قال عضو مجلس الشيوخ هشام الحاج إن قانون التأمين الموحد مهم جدا، وأوضح الحاج أن القانون سيعطي مساحة استثمارية في مجال التأمينات. المشروع طبعا غاية في الأهمية، هيفتح مجال للتوسع بالفعل في شركات التأمين اللي هتأثر تأثير مباشر في الناتج المحلي القومي، وافتكر هيكون لها صدى كبير جدا خلال الفترة الجاية، خصوصا وإحنا تم رفع أكثر من 4 بنود تأمين إجباري إلى 15 بند تأمين إجباري، وده هيدي بالفعل مساحة استثمارية قوية هيساعد خلال الفترة الجاية على عملية ضخ استثمار جديدة في هذا القطاع العريض. يعني أهم التعديلات اللي يمكن النهاردة وردت على القانون هي تعديل المادة 2 وعودة 22 مادة من قانون التقنين المدني، واللي كانت هامة جدا ان انا ما يتمش الغائها او يتم الحقها بالقانون الموحد، لان النهارده انا بتكلم عن قانون تأمين موحد محتاج ان المستثمر الاجنبي اللي جاي يستثمر عندي النهارده في مصر يحدد بالفعل قانون واحد يقدر يبص له شامل كل مواد القانون بكل الصيغات بتاعته، وده الأهم خلال المرحلة الجاية هو توحيده في قانون واحد.